إذا للحديث عن التظاهرات المتجددة في ذي قار والعديد من محافظات العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أستاذ كاظم، مرحبا بكم. يعني إلى ماذا تؤشر هذه التظاهرات التي تخرج بشكل مستمر ودوري في الناصرية وطبعا في عدد من محافظات العراق؟ ماذا يمثل ذلك؟ أهلاً وسهلاً بك أستاذ، وتحية طيبة لك ولقناتكم قناة الرافدين الرائدة ولمتابعيكم الأعزاء. حقيقة بالنسبة للتظاهرات اللي حالياً في محافظة ذي قار وفي الديوانية وفي المحافظات المنتفضة الأخرى، كانت هي مطالب طبعاً حقوق مشروعة، وكان على رأسها تثبيت المحاضرين التربويين العفو على الملاك الدائم. وهناك في الديوانية أيضا مظاهرات أخرى تطالب ذوي الشهداء، يطالبون بتفعيل قانون مؤسسة الشهداء المتوقف، والذي يلقون بالتبع واللوم على حزب الدعوة باعتباره هو من أوقف هذا القانون. وهناك محافظات أخرى أيضا في السليمانية هي على نفس الشاكلة، الجميع هم يطالبون بحقوق مشروعة وبوظائف تليق بهم وتتناسب مع تحصيلهم الدراسي. حاليا نحن كمتظاهرين سلميين، يعني كمتظاهرين في ذي قار، لنا وجهة نظر واضحة أنه لا يوجد أي تغيير في الواقع بالنسبة لحياة المواطن العراقي إلا بإسقاط المنظومة السياسية كاملة، وما دون ذلك فلا وجود له على أرض الواقع. نحن طالبنا منذ بداية عام 2011 وإلى هذا اليوم، وارتفع سقف المطالب بأن تتم إصلاحات حكومية، كان هذا قبل ثورة تشرين طبعا، وتعرضنا إلى القمع والاضطهاد على أحزاب السلطة الحاكمة حتى قامت ثورة تشرين الذي كنا نتوقع أنها ستحدث، وسيتم هناك الكثير من كشف ملفات على هذه الأحزاب الفاسدة التي كنا نحن على علم بهذه الملفات التي تغرق بها هذه الأحزاب الفاسدة، الذي أودت في العراق إلى الدمار والهلاك والمزيد من الطائفية والجهل والتخلف بسبب الطغمة الحاكمة الذي لا تجيد غير لغة السلاح والنهب والسلب والتآمر على وحدة العراق أرضا وشعبا. نحن نقول اليوم ونطالب الكل من محاضرين وغير محاضرين وخريجين يطالبون بالتوظيف أو بالعقود أو بالأجر اليومي، نقول لهم لا خيار غير التكاتف والتعاضد مع ثوار تشرين الأبطال، خصوصا وأن الفكر قد تغير في الواقع العراقي. يعني حتى هنالك الذين لا يقرؤون ولا يكتبون حاليا يعني وصلوا الى حقيقه ان هذه المنظومه السياسيه فاشله، وانها لا يرجى منها خيرا ولن تقدم اي شيء في المستقبل القريب او البعيد. على ذكر المنظومه أستاذ كاظم، على ذكر المنظومة السياسية، يعني موضوع مشاركة المحاضرين المجانيين وغيرهم من الموظفين بهذه التظاهرات بشكل أكثر فعالية، هل يؤكد فشل العملية السياسية بإحداث أي تغيير بالبلاد أو حتى في موضوع تلبية مطالب هذه الشريحة في العراق؟ أستاذي العزيز، بالضبط، المنظومة السياسية حالياً الكل أدرك فشلها وإجرامها بحق الشعب العراقي، والتي كانت تنادي قبل سقوط النظام السابق بأن النظام السابق قد ظلم الشعب وقد أخذ ما أخذ من حقوقه، وهذا لا ليس له أساس من الصحة. في ذلك الوقت رغم أنه كان هناك بعض الأخطاء أو التقصير، لكننا نقول في الوقت الحاضر وفي زمن هؤلاء الفاسدين العراق يغرق بالفساد وبالقتل وبالتقصير المتعمد بحق الشعب العراقي. وطبعا نعود إلى سؤالك بأن المحاضرين وغير المحاضرين، هذه الآلاف المؤلفة سيكون لها أثرها على هذه المنظومة السياسية وعلى إسقاطها في المستقبل، بعد أن تعجز هذه الطبقات من الطلبة والخريجين وغيرهم والمحاضرين، طبعا ستكون لهم وقفات مستقبلية مع ثوار تشرين، وسيصلون إلى حقيقة أنه لا بد من التغيير لكي يحصلوا على حقوقهم المشروعة. هذا هو الخيار الوحيد. أما أن نقول أن نغير محافظ أو مسؤول أو نطالب بتعيين
شريحة معينة. فنحن كثوار تشرين نقول لا خيار غير إسقاط الطبقة السياسية الفاسدة بالكامل والتأسيس إلى دولة مؤسسات تكون أهلا لإدارة الدولة ولإعطاء لكل ذي حق حقه. غير أستاذ كاظم، لا يوجد كاظم، هناك يعني الملاحظ هناك تطور في أشكال الاحتجاج السلمي في العراق، ولكن السؤال المطروح إلى أي مدى يمكن أن يعزز من موقف هذه التظاهرات؟ وبالتالي هل تعتقد أن هناك شرائح أخرى ستنضم إلى هذه التظاهرات في ظل تزايد تراجع الوضع المعيشي والخدمي في العراق؟ هل تعتقد ذلك؟ هذا مطروح، هو ليس اعتقاد أو شيء بعيد أو تصور بعيد، لا، كل طبقات المجتمع حاليا هي العاطلين وغير العاطلين والفلاحين والكسبة، الكل يطالبون بحقوقهم المشروعة باعتبارها العراقيين، والعراق بلد ثروات وبلد خير، وقد عبرت يعني الكثير من الدول الغربية يعني عبرت المحيطات واحتلت العراق من أجل الحصول على هذه الثروات. نعم. والشعب العراقي يرزح تحت العوز والفقر والفاقة، الكل يريد حقوقه من بلده باعتباره بلد غني وبلد يعني بمستوى الدول المتقدمة. فبالمستقبل القريب أنا أتوقع هناك ثورة شعبية ستندلع. نعم. وستكون أقوى من ثورة تشرين، والهدف فيها هو إسقاط العملية السياسية، خصوصا أنا يعني أتابع هذا الملف على مضض. نعم. ألتقي بالكثير من شيوخ العشائر، من الطلبة، من الفلاحين، من كل قطاعات الشعب وطبقاته الفقيرة وغير الفقيرة، الكل حاليا متذمرين من هذا النظام السياسي الفاسد ويطالبون بإسقاطه اليوم قبل الغد، والكل يريد أن يشارك في ثورة، لكن هذه الثورة إن شاء الله آتية في المستقبل القريب وفي الأيام القادمة، وخصوصا هنالك توجه لدينا نحن كثوار ساحة الحبوبي. نعم. بتظاهرة عارمة، وقد اتفقنا على هذا، سيكون هدفنا الأساسي هو فصل الدين عن السياسة أولا. ما دمر البلد وأوصله إلى هذه المرحلة دمج الدين مع السياسة، فكل ما أفسد رجل يدعي أو مكون يدعي إنه ينتمي إلى تيار ديني يصطدم المنتقدين أو المتظاهرين إذا تظاهروا عليه بأن هذه الجهة هي جهة دينية وجهة مقدسة، وأن من يتظاهر ضده يريد الإساءة للدين وللمرجعية وإلى ما ذلك وإلى ذلك من التهم يعني المعدة سلفا. من الناصرية الناشط التظاهرات كاظم ماجد، شكرا جزيلا لكم.